يتواجد حاليا السوبر ستار راغب علامة في الإمارات سفير لحملة الأمم المتحدة حول تغيير المناخ، حيث يشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل، والذي قال عنها راغب: قمة رائعة لتصحيح مسار الاحتباس الحراري، على أمل أن تتوافق السياسة العالمية لدعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات البيئية من أجل مستقبل أفضل. وكانت القمة بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد المكتوم والملكة رانيا العبد الله. وقد التقطت عدسات المصورين السفير راغب علامة أثناء قيامه بالتصويت على أحد مشاريع البيئة. يا حبيب القلب تعالى، يا سايب قلبي في حالة، قلت أنساك ما أقدرش أنساك، ده بيجري في دمي هواك، محتاج لك أنا يا حبيبي، مجروح قرب يا طبيبي، ده دواعي هواك ومنايا لقاك، مشتاق ترجع تلاقيك.